ينضم الينا من اسطنبول الكاتب الصحفي مصطفى جليل. مصطفى، نرحب بك معنا على شاشه الغد. اذا اخر الاصداء وردود الفعل على هذا التفجير في ميدان تقسيم، وكيف صنفته وتصنفه الاوساط السياسيه، الحكومه، المعارضه، وسائل الاعلام، كيف تتناول هذا الخبر؟ نعم، قبل ان اطلعك على اخر التطورات حادث تفجير تقسيم، دعنا نستعرض هذه اللقطات من ميدان تقسيم في الذي فجرت فيه امرأة قنبلة وأسفر هذا التفجير عن إصابة عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80 شخصا. طبعا هنا تجري الفرق الأمنية التركية تحقيقاتها للوصول إلى تفاصيل أكثر حول الحادث. في هذا الشارع كما تشاهدون الآن قامت امرأة في تمام الساعة 4:30 بتفجير قنبلة. هذا المكان كان مزدحما في النهار، وهو دائما ما يكون مزدحما بالسائحين، وقامت بتفجير قنبلة. حتى الآن السلطات التركية لم توضح تفاصيل الحادث، في ماذا كان انتحاريا أم لا، لكن نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي قال أن امرأة قامت بتفجير قنبلة هنا، وأن بلاده تصنف هذا العمل على باعتباره عمل إرهابي. طبعا على كافة المستويات التركية، الرئيس التركي ووزير الخارجية ونائبه نائب رئيس الوزراء وحتى رؤساء وقادة أحزاب المعارضة دانت هذا التفجير. ما توصلت إليه السلطات التركية والتحقيقات الأولية، هذا الحادث هو عمل إرهابي، قامت امرأة بتفجير قنبلة. ما هي الرسالة حتى الآن؟ تركيا لم تتحدث عنها، لكن نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي قال أينما كان من يقف خلف هذا العمل سنصله، وأن تركيا ليست تركيا القديمة وهي قادرة على الوصول على كل من يعتدي على أراضيها. هذا ما قاله فؤاد أوكتاي قبل قليل، وحتى وزير الخارجية تركي مولود شاوشاوغلو قال أن جميع المؤسسات في الدولة التركية هي تعمل للوصول إلى المنفذين وحتى من يقف خلفهم. الكاميرا ستوافيكم بهذه اللقطات، هنا السفارة القنصلية، وإلى الأمام أيضا القنصلية الفرنسية، وإلى الأمام القنصلية الروسية، وبعدها القنصلية الهولندية. هذا المكان وهذا الشارع تتواجد فيه الكثير من المراكز الأجنبية والقنصليات الأجنبية، وأيضا هذه هي منطقة شهيرة في تركيا ولا لدى الشرق الأوسط بكونها منطقة سياحية يأتي إليها السائحون هنا للتمتع في هذا الشارع القديم، وهو يقع في قلب إسطنبول. التحقيقات وفرق التحقيق الأمنية التركية تتواجد حتى الآن للوصول إلى المنفذين ولإعلان بعض التفاصيل المهمة الأخرى. آخر ما توصلت إليه كما قلت السلطات التركية، لأن هذا التفجير قامت به امرأة فجرت القنبلة، وهو عمل إرهابي كما تعتبره تركيا. هل سمح مصطفى لوسائل الإعلام بالاقتراب من مكان التفجير للاطلاع ربما عن قرب على تأثير هذا التفجير، مداه، كيف أثر في محيطه؟ نعم، نحن كنا في تغطية سابقة في مكانات بعيدة عن هذا الحادث، لكن بعد محاولات عديدة وحثيثة للوصول إلى أقرب مكان من الحادث توصلنا أخيرا، والسلطات التركية سمحت لوسائل الإعلام لتغطية هذا الحادث عن مكان ليس بقريب لكنه أقرب نقطة للحادث. كما تشاهدون هذا هو الشارع، إلى الأمام قليلا فجرت الإمرأة القنبلة وأسفر هذا التفجير إلى مقتل 6 أشخاص. السلطات التركية هنا لم تعلن حتى الآن هويات القتلى، فيما إذا كانوا أجانب أم أتراك، لكن وسائل الإعلام تحدثت إلى وجود من جنسيات أجنبية في حصيلة القتلى وحتى المصابين. هناك حالات خطرة، وبالتالي ربما الحصيلة التي أعلنتها السلطات التركية قد تكون مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة.
هذا العمل يعني صنفه الرئيس التركي ونائبه بأنه إرهابي، وهم يتهمون جهات إرهابية ومنظمات قامت بتنفيذ هذا التفجير لرسائل، لكن نائب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وفؤاد أوكتاي قالوا أنهم سيتوصلون، أن الفرق التحقيقية ستتوصل إلى المنفذين وحتى من يقف خلف هذا التفجير. حتى هذه الساعات فرق الشرطة وعربات الشرطة تتجول هنا لبحث عن بعض الأدلة التي ممكن أن توصلهم إلى المنفذين، وإلى أدلة مهمة قد تفتح الأبواب إلى معرفة هذه الجهات التي قامت بتنفيذ هذا التفجير وفي هذه في هذا التوقيت. طبعا دلالة التوقيت مهمة جدا مصطفى، يعني من خلال المعلومات الأولية وما اتضح حتى اللحظة من معلومات حول هذا التفجير وكيفية تناول وسائل الإعلام والأوساط السياسية لهذا التفجير، هل اتضحت دوافع العملية وما إذا كانت مرتبطة بأبعاد داخلية ربما أو خارجية؟ نعم، يعني المسؤولون الأتراك حتى الآن لم يتحدثوا عن رسائل هذا التفجير، لكن هم قالوا كائن من يكون يقف خلف هذا التفجير سنصله، كان في الداخل أو حتى في الخارج. هم توعدوا وتعهدوا للأتراك بالكشف عن المنفذين والجهات التي تقف خلف هذا التفجير. هنا النقطة المهمة التي يمكن الإشارة إليها في هذه الأحداث الجارية، أنه عمل إرهابي ونفذ بطريقة مخطط لها، وأي أن هذا العمل هو عمل منظم وتقف خلفه جهات، وهي اختارت التوقيت واختارت المكان للقيام بهذا التفجير والعمل الإرهابي. كما قلت، هو هذا مكان مزدحم بالسائحين وحتى المواطنين الأتراك والمراكز الأجنبية، وتوقيت التفجير هو جاء في تمام الساعة 4:30. هذا الوقت هو الذروة هنا في ميدان التقسيم للتواجد، وكان مزدحما بشكل كبير، مما يرجح بأن تكون الحصيلة قد ترتفع في الساعات المقبلة، خصوصا وأن نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي أقر بوجود حالات صعبة قد تعلن الحصيلة بارتفاعها إلى أكثر من 8 أو 10 كما تقول وسائل الإعلام التركية. شكرا جزيلا لك مصطفى جليل الصحفي، كنت معنا من ميدان تقسيم في اسطنبول التركية.